لحظة، لو شفت نمر قاعد يلحس في فريسة صادها فهذا مش عشانه بيحبها وبيحاول يراضيها، لأن لسان القطط الكبيرة وخاصة النمر فيها مثل الشفرات، فخلال ما هو بيلحس بلحم الفريسة هو هيك كمان قاعد يأكل، ودرجة خشونة لسانه لو لحس الحيط بيشيل عنها الدهان. هلا هذا لسانه مش حنطلع من منطقة الفم. زئير النمر كافي انه يشيل حركة الحيوان اللي قدامه. مش بس الحيوانات، حتى مدربين النمور ممكن يصيبهم شيء مثل الشلل، وهذا الصوت بيجي نتيجة حباله الصوتية قوية. هلا بخصوص الخطوط اللي عليه، هاي الخطوط موجودة على الجلد نفسه مش بس على فرعه، يعني لو ودينا عند احمد الجليوس الحلاق وحلق له على الزيرو وشفتوا جلده حتشوفوا نفس النقشة، والخطوط الخارجية موجودة على الجلد. ومن المميز فيهم انك مستحيل تلاقي نمرين عندهم نفس الخطوط، وهاي كأنها بصمة خاصة فيهم.